هذا جمهور القادسية ونعتب عليهم علينا، فنحترمهم ونقدرهم ذاك العتب، لأن فعلا القادسية شوي قد تكون تراجع بعض المباريات وتراجع في بعض أثناء المباريات، وبالتالي هذا العتب نحن نتحمله. شكرا للاعبين، يعني اليوم فوز ناقص، تأهل القادسية كان فرحتها ناقصة، صعبنا المباراة على نفسنا داخل الملعب، كنا احنا متقدمين مهيئين بشكل وايد حلو، اللاعبين اجادوا وصلوا الى المرمى، اضاعوا اهداف، هذه الاهداف اللي ضاعوها حملتهم الكثير، ولله الحمد. ندين ايضا لحارس المرمى علي شراق ما عمله من خلال ضربتين جزاء، وهذا الحارس من بعد خالد الرشيدي مصاب، علي شراق داوم بدوره على اكمل وجه مع اخواننا اللاعبين. سلمك.